ببتدي أول حاجة بعدد من الغرز للسلسلة اللي أنا هبتدي بيها الشغل، بس أعمل حسابي إن طول السلسلة دي يكون بعرض بطول الإبرة بتاعتي، لأني هشتغل بطريقة مختلفة. لما بوصل للطول ده بشتغل غرزة سلسلة وبدخل في غرزة غرزة، بسحب كأني بعمل غرزة حشو بس ما بكملهاش للآخر. بدخل في الغرزة اللي بعدها وبسحب، وبدخل في الغرزة اللي بعدها وبسحب، في الغرزة كمان اللي بعدها، وبفضل محتفظة بالسلاسل دي عندي وأكمل لغاية لما أخلص عدد السلاسل اللي موجودة عندي. كده آخر سلسلة عندي في السطر. لما بوصل للحجم ده أو للشكل ده ببتدي بسحب من أول فتلة خالص، بعندي الفتلة دي الفتلة اللي بعدها، باخد الإبرة وبسحب من الاتنين دول، برجع أسحب من الاتنين اتنين، يعني كل مرة باخد فتلة واحدة بس من اللي على الإبرة، وأفضل مكملة لغاية لما أوصل لآخر السطر خالص. أنا كده وصلت لآخر السطر خالص، هعمل إيه؟ ما برتفعش حاجة، ما بعملش حاجة. الفتلة دي بسحبها كده وبرجع اخش بيها في الفتحة اللي قبلها واسحب، ويفضل عندي فتلة. الفتلة اللي بعدها بدخل فيها وبسحب، وبيبقى عندي فتلة على الإبرة. نفس الحركة تاني، همسك الفتلة دي، انا عندي اهو في فراغ قبلها، في فراغ قبلها، هعمل ايه؟ هسحب الفتلة وأدخل في الفراغ اللي قبلها وأسحب، اللي بعدها بدخل فيها عادي وبسحب، دي بسحبها بسحبها كده بالإبرة وأدخل في الفراغ اللي قبله، بدخل فيها نفسها وأسحب فتلة، بفضل أكمل العملية دي طول السطر عندي. كده كمان مرة، اخر غرزة اللي قبل الاخيرة يعني، واسحب، واخر فتلة عندي هدخل فيها كده وهسحب. اول فتلة خالص عندي دايما اللي باخد منها على طول، اللي بعد كده باخد من اتنين 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 اتنين، وافضل اكمل كده، بفضل اكمل السطر ده خالص لغاية لما بخلص المشروع، وده بيكون الشكل بتاعها في الآخر. ده بيكون الشكل بتاعها من قدام ومن الجنب، شكلها بيكون حلو.